هلا احنا بنحكي على الامن الانساني، بنحكي اول شيء على الامن الاقتصادي، بنحكي على الامن الاجتماعي انه الشخص حس بالامن والكفاءه والحمايه في مجتمعه، بنحكي على الامن الفردي اللي هو الامن الشخصي من السرقه، من التعذيب، من اي شيء ثاني. بنحكي برضو على الامن السياسي او اللي بنسميه المشاركه السياسيه، خلينا نقول انه كل اصوات او كل فئات المجتمع حاس انه في لها صوت سياسي يمثلها في البلد. أي لأنه المفهوم الأمن الإنساني مفهوم واسع، فبتلاقي مختلف الجهات العمل بتتقاطع مع يعني جزئية من جزئيات الأمن الإنساني. فمثلاً بدنا نحكي على الشغل اللي بيقوموا فيه زملائي بموضوع اقتصاديات اللاجئين، فيندرج تحديداً إطار الأمن الاقتصادي للناس اللي عايشين في الأردن، سواء الأردنيين أو ضيوفنا التانيين من الأشخاص التانيين. وكمان بيحكي على الأمن المجتمعي، بحيث أنه أنت تقلل من التجاذبات أو الحزازيات في المجتمعات المحلية. نفس الشيء لما بدنا نحكي على تنمية المجتمع المدني، انت عم تحكي على يعني تعزيز كفاءة الجهات المحلية العاملة، بحيث هي راح تؤدي ل خلينا نقول صمود المجتمعات المحلية قدام التحديات المختلفة اللي تواجهنا، فيتعزز الأمن البشري. لما نحكي على شغلنا كمان في موضوع التطرف العنيف، طبعا انت بتيجي يعني تحديدا عم تحكي على مشاكل يعني تتقاطع مع المشاركة السياسية، مع الأمن المجتمعي داخل المجتمعات المحلية نفسها. لأنه إحنا لما نحكي عن الأردن دائما الناس تتجه للحكي عن عمان، أو تتصور إنه إحنا بنحكي عن عمان، فلا، توسع المفهوم لمجمله يعني في الأردن. برضو لما نحكي عن التطرف العنيف، نحكي عن الأمن الشخصي للأفراد، سواء هم ممكن يتم استقطابهم من قبل مجندين، أو كالأمن أو شبكة الأمان خلينا نقول في المجتمع، اللي هي ممكن تمنع من توجه الأفراد معينين لهذا الاتجاه في الأردن. فلما نحكي على الشغل في هذه المحاور، هو كله في النهاية صب في موضوع الأمن الإنساني وتعزيز الأمن البشري في الأردن. يمكن كمان طريقة تانية نفهم فيها الأمن الإنساني، وطريقة أنا بحب أن نفهم فيها الأمن الإنساني، هي عن طريق احتياجات وحقوق، هي احتياجات الأفراد في المجتمع على اختلافها وحقوق هذه الأفراد، تمام؟ فأنت بالنهاية عم بيشتغل كل هيئة مثلا عامل في الأردن بيصب شغل هذا تعزيز ناحية من هذه الحقوق أو ناحية من هذه الاحتياجات.